هذا النوع من الصرع له علاج يدافعه وله علاج يرفعه. علاجه نوعان: دفع ورفع. أما دفعه فأن يحرص الإنسان على الأوراد الشرعية الصباحية والمسائية، وهي معروفة في كتب أهل العلم، منها آية الكرسي: فإن من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومنها قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. ومنها أحاديث وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فليحرص الإنسان عليها صباحا ومساء، فإن ذلك من أسباب دفع أذية الجن. وأما الرفع فهو إذا وقع في الإنسان فإنه يقرأ عليه آيات من القرآن، تخويف وتحذير واستعاذة بالله عز وجل حتى يقرأ.